السلام عليكم. تشيا نتورك أو شبكة تشيا مشروع طبقة أولى مشابه للبيتكوين والإيثيريوم، وتعتبر هذه الشبكة هي الأكثر لا مركزية بعدد العقد الكاملة وأيضا بالنسبة حق الناكاموتو كوفيشنت. بهالفيديو حابين نتكلم أكثر عن هذا المشروع، نشرحه بشكل كامل عن إيجابياته وسلبياته، شنو هدف المشروع ومن المؤسسين، أهدافهم كبيرة نبي نوضحها، وأيضا نلقي نظرة على التوكنومكس والشارت بالنهاية، وآخر الأخبار والتطورات بالنسبة حق هذا المشروع. أتمنى الفيديو هذا يعجبكم، خلونا نبلش. تشيا هي مشروع شبكة بلوكتشين جديد تم إطلاقه ب 2021. طبقة أولى معناتها أن هي تقدر تبني على هذه الشبكة تطبيقات مختلفة، عقود ذكية وعملات تقدر أن أنت تبنيها داخل هذه الشبكة، مثل ما احنا نشوف على الإيثيريوم. إيثيريوم طبقة أولى مبنية عليها العديد من التطبيقات والعملات، فنفس الشيء تقدر تسوي بتشيا. وتتميز هذه الشبكة أن هي فيها آلية مختلفة عن البيتكوين والإيثيريوم من ناحية شلون يتم التوافق بهذه الشبكة. تستخدم شيء يسمونه بروف أوف تايم وبروف اوف سبيس، اللي يختلف عن اللي يستخدمونه بالبيتكوين واللي هو بروف اوف ورك، الطريقة الرئيسية اللي هم يعدنون فيه العملات الجديدة وكل هذه الامور. هم بتشيا مستخدمين آلية مختلفة، آلية جديدة تستخدم الهارد ديسك، تستخدم سعة التخزين علشان هي توثق العمليات، فهذا الشيء يستهلك طاقة اقل من البيتكوين، ولكن ايضا امن بشكل كبير مثل البيتكوين، فهذا شيء جدا ممتاز. بالاضافة ان فيها خاصية بناء العقود الذكية، فهذا باختصار هدفهم انهم يحافظون على مستوى الامان اللي موجود بالبيتكوين، انهم يستخدمون نوع من انواع طريقة التوافق اللي تستخدم نوع من انواع العمل، يعني ما يكون مثل الاثيريوم اللي هو حاليا بروف اوف ستيك بس تكفى عملاتك وتكون انت يعني مدقق على هذه الشبكة. هالشيء ممكن يزيد من نسبة المركزية، فهم يحاولون انهم يحافظون على اللامركزية، وايضا انهم عندهم خاصية بناء العقود الذكية، واللي يتميز فيها الاثيريوم ان احنا نقدر نشوف مشاريع تنبني على تشيا عكس البيتكوين اللي صعب ان انت تبني عليه اي شيء. فالطريقة المختلفة اللي بنوا فيها الشبكة هذه ادت بانها تكون الشبكة الاكثر لامركزية، لان انت لما تستخدم الهارد ديسك والاس اس ديز هذيلة تكلفتهم اقل من ان انت تستخدم المعدات مات البيتكوين، فاسهل حق الناس ان هما يحصلون هذه المعدات ومتوفرين بشكل اكبر مقارنة بالمعدات مال التعدين البيتكوين اللي تكلفتها اعلى مثل ما ذكرنا. وحاليا يعني مع صعوبة اللي قاعد تزيد بالنسبة حق تعدين البيتكوين، نشوف ان تعدين البيتكوين قاعد يصير مركزي والشبكة تصير مركزية شوي اكثر مع مرور الوقت، لان فقط الشركات الكبيرة يقدرون يسوون الشيء هذا بشكل مربح، ولكن على تشيا التعدين تكلفته اقل، فنشوف ان عدد الفول نودز على هذه الشبكة اكبر من البيتكوين وعلم البيتكوين، وايضا مقياس الناكاموتو كوفيشنت اللي يستخدمونه عشان يقيسون اللامركزية عالي مقارنة باغلب الشبكات. والتعدين على تشيا يسمونه فارمينج، ما يسمونه تعدين، يسمونه زراعة، فاذا انت تبي تعدن تشيا انت راح تكون مزارع. شبكة تشيا تم تأسيسها ب 2017 من قبل واحد اسمه بران كوين، واللي ما يعرف بران كوين هو نفس الشخص اللي كان منزل فكرة البيت تورنت. تورنت اللي هو طريقة لمشاركة الملفات بشكل لا مركزي بير تو بير، هذه نزلها ب 2001، واتوقع ان اغلبكم يمكن استخدمته تورنت من قبل، فكانت هبة كبيرة يعني وقتها، وهذا الشخص هو كان مؤسس هذه الفكرة. وبعض الناس تقول ان ساتوشي خذ اسم البيتكوين ان بيت، كلمة بيت من بيت تورنت، لان هذا كان موجود قبل البيتكوين. ما حد يدري او يقدر يأكد هذه المعلومة، ولكن بعض الناس تقول هذا الشيء، لان تورنت وبيت تورنت كان جدا مشهور وطريقة لمشاركة الملفات بشكل لا مركزي مثل ما ذكرنا. الحين CEO ورئيس التنفيذي مال شركة تشيا هو جين هوفمان، وهو ايضا شخص يعني معروف بمجال التطوير الالكتروني، يعني هو مؤسس ورائد اعمال، اسس العديد من الشركات وباعهم، ويعني انسان ناجح. حاليا هو رئيس شركة تشيا اللي تدير هذه الشبكة.
بالنسبة حق استخدامات الشبكة هذه والتطوير اللي قاعد يصير عليها، نشوف ان هم قاعد يحاولون يوفرون خدمات حق مؤسسات عالمية، حق حكومات عندهم شراكة ويا حكومة سنغافور، وبعض الاتفاقيات الدولية اللي متعلقة بالكربون قاعد يحاولون يطبقونها على البلوكتشين. صراحة في العديد من الامور هم قاعد يحاولون يركزون على التطبيقات الواقعية حق التقنية مالت البلوكتشين، ولكن ايضا عندهم عملات مثل اي شبكة ثانية وسوق NFT كبير، وبعض الامور هذه الموجودة يعني تقليدية بمجال العملات الرقمية ايضا موجودة. بس الشيء اللي يميزهم اللي انا لاحظته الشراكات اللي هم عندهم ويا بعض الحكومات، بعض المؤسسات الدولية، شلون هم قاعد يحاولون يوفرون لهم تقنية البلوكتشين. حتى بعض البراندات والشركات الكبيرة قاعد يوفرون لهم خدمات ايضا حق نوع من انواع NFT اللي الناس تقدر تستخدمها عشان تتحقق من يعني مصداقية أو كفاءة هذه المنتج اللي هم شارينه من هذه الشركة. على سبيل المثال والله شاري أنت ساعة غالية، تقدر تستخدم البلوكتشين إنه يكون في NFT معين وراء هذه الساعة. كل هذه التطبيقات هم قاعد يتوجهون لها، وعندهم أكثر من شراكة ويا أكثر مؤسسة عالمية حق بعض من هذه الأمور المختلفة. خبر مهم بالنسبة حق هذه الشبكة، وراح نشوف الأثر مال هذا الخبر على الشارت بعد شوي، إنه ب 2023 سنة الماضية بنهايتها تقريبا شهر 10 هم فنشوا تقريبا 26 موظف من 70 موظف اللي يشتغل بهذه الشركة. وصار هذا الشيء بعد ما انهم فشلوا بمحاولتهم انهم يدرجون الشركة بسوق الاسهم. هم كان هدفهم انهم ينزلون شركة شيا بسوق الاسهم، وانهم يكونون يعني متجهين باتجاه شوي مختلف عن اغلب العملات الثانية، ولكن هم فشلوا بهذا الشيء. SEC رفضوا الطلب مالهم، وايضا هذا كان بسبب ان واحد من البنوك اللي ماسك العملية هذه كان كريدت سويس. وكريدت سويس اذا انتم تذكرون السنه الماضيه بنك من البنوك اللي فشلوا، بنك اتوقع بسويسرا فشل هذا البنك وتم الاستحواذ عليه من قبل بنك ثاني. فعمليه ان هم يدرجون الشركه مالتهم وفشلت، هذا الشيء ادى ان هم يفنشون نسبه من الموظفين، وهذا الشيء ايضا ادى ان هم يبيعون لأول مرة نسبة من البري فارم، العملات اللي هم كانوا يملكونها من أول ما نزل هذا المشروع. فهذا الوضع الحالي، هم حاليا قاعد يردون يحاولون يرتبون أمورهم ويا بنك ثاني، وممكن أنهم يدرجون الشركة هذه بسوق الأسهم. فخلونا الحين ننظر بشكل سريع على التوكنومكس بالنسبة حق هذه العملة، وأيضا على الشارت مالتهم. فمثل ما أنتم شايفين هني عندنا أن سعر العملة الحالي هو 30 دولار، طبعا اسمها تشيا والتيكر هو XCH. الماركت كاب مال المشروع هو 298 مليون دولار، قريب 300 مليون، واللي يحطها بمركز 153، فيعتبر مشروع متوسط في يعني مجال كبير انه هو يصعد. الماركت كاب مو عالي بشكل كبير، فهذا الشيء نوعا ما ايجابي. ايضا نقدر نشوف ان السيركليتنج سبلاي هو 9 مليون، والتوتال سبلاي 30 مليون. لما نروح حق الشارت عشان نفهم شنو قاعد يصير، لو نحطه شارت اسبوعي تقدرون تشوفون ان العملة لما نزلت ب 2021 كانت نازلة بقيمة او فاليويشن جدا جدا عالي مقارنة بالسعر اللي هي في باخر سنة ونص سنتين، فنزلت تقريبا ب 2000 دولار، ولكن هذا بسرعة هبط السعر وشفناه يستقر عند مستوى الـ50 دولار لغاية القاع اللي هو كان 22 دولار. نرجع نخلي شارت يومي عشان نوضح بس اللي قاعد نشوفه حاليا، ان شفنا القاع يكون هني بشهر 10، نفس الوقت اللي صار فيه الخبر اللي تكلمت عنه قبل شوي عن انهما فشل موضوع الاي بي او، ان الشركة يدرجونها بسوق الاسهم وهذه الامور فنشوا الموظفين. هذا كان هو الحدث اللي خلى العملة هذه توصل لغاية 20 دولار. من بعدها شفنا صعود حلو حق العملة، يعني من القاع هذا للمستوى اللي وصلت له قبل شهر تقريبا، نتكلم عن 100% ارتفاع 2x بتقريبا شهرين. بعدها شفنا هبوط بسيط لما البيتكوين بلش انه هو يهبط ويتم الموافقة على الاي تي اف، شفنا العملة ترد تنزل مرة ثانية حق مستوى 30 دولار. فأداء المشروع لحد الحين نقدر نقول انه هو جيد من القاع هذا من شهر 10، ولكن صار له فترة طويلة نتكلم عن من بداية 2022 واحنا بمستوى تحت 45 او 47 دولار.
فهذه هي مستويات المهمة اللي احنا لازم نتابعها. $27 نشوف اذا السعر راح يهبط تحته ولا راح يرجع يصعد، يعني تصحيح طبيعي بعد الارتفاع اللي احنا شفناه بهذه الفترة. فالشارت مو سيء صراحة بشكل كبير، واذا راح نشوف اداء عالي حق هذا المشروع لازم اول شيء نعدي هذه المستويات، ونعدي مستوى $47 هذا جدا جدا مهم، لان السعر ما صعد اعلى منه، وكان في اكثر من محاولة مثل ما انتم شايفين بخلال تقريبا اخر سنتين. بالنهاية خلونا نختم بملخص سريع عن هذا المشروع، إيجابياته وسلبياته ورأيي الشخصي بالنسبة حق هذا المشروع. طبعا أول شيء حاب أني أشكركم على المشاهدة، وأتمنى إذا الفيديو هذا كان مفيد بالنسبة لكم ما تنسون أنكم تطقون لايك وتسوون سبسكرايب حق قناة بدوي كريبتو اللي أنا أول مرة نزل فيديو فيها. أتمنى تكتبوا لي أيضا بالتعليقات شنو حابين نتكلم عنه أكثر بالمستقبل، المواضيع راح أحاول أنزل لكم فيديوهات أسبوعية. بالنسبة حق الإيجابيات، اغلب اكثر شيء مثل ما انتم شايفين ان المشروع هذا مميز من ناحيه التطوير والامور اللي فيه، شلون هم بانينا وهم بانينا بشكل انه هو يكون مناسب مع المؤسسات الحكوميه، انهم ما يسوون لهم مشاكل. علشان كذي في شركه وكان في بري فارم وما باعوا شيء لمده طويله قبل ان الشبكه هذه تصير لا مركزيه بشكل كبير. فهذا التوجه يخلي المؤسسات هذه العالميه والشركات تبي انه هم تتعامل معاهم، لانهم ماشيين بشكل مناسب مع القوانين. ايضا عندنا المجتمع مال هذه العملة والمشروع اللي هو كبير ومتواجد، بالنسبة لي هذه نقطة جدا مهمة ان يكون المشروع له مجتمع وفي ناس متحمسة وتتكلم عنه. لو تكتبون باليوتيوب ولا بتويتر راح تلاقون وايد ناس مهتمين بهذا المشروع، فهذه بعض الايجابيات. بالنسبة حق السلبيات صراحة اشوف ان هم ما عندهم تسويق مناسب، ما في، يعني يمكن انت ما سمعت عن هذا المشروع من قبل، وبهذا المجال تحتاج ان انت تقدر انها تتسوق حق مشروعك، تقول حق الناس عنه، توضح لهم الفكرة وكل هذه الامور. فهذه يمكن النقطة السلبية بالنسبة حق المشروع. وايضا ان لحد الحين مو سهل ان انت تشتري، يعني في بعض المنصات المركزية اللي راح تلاقون فيها هذه العملة، ولكن لحد الحين مو متوفرة بكل مكان، فهذه نقطة سلبية ثانية. بس بشكل عام رأيي الشخصي انه ممكن يكون له مستقبل، لانه قاعد يحاولون انهم يبنونه بطريقة مختلفة، والفريق اللي مؤسس هذا المشروع جدا قوي. فأتمنى أن الفيديو هذا عجبكم، إذا عجبكم مرة ثانية لا تنسونكم تسوون لايك وتطقون سبسكرايب حق القناة، وأشوفكم بالفيديوهات القادمة. شكرا، سلام عليكم.